السلام عليكم، هذا كيف بيجي اخبار جد ما بديك اليوم ما تاجي ايش مقطع اليوم ميمز لا تصدق ايش تراك سويت مجرد تحت صندوق تابعوني عليها كامل تابعوني على سلام وليتس جو نبدا المقطع. يقول تعالي ارخم ابو ارخم ايش عندك هنا؟ باي ها؟ ليش جيت هنا؟ ايش مشكلة هنا؟ تسوي خبر من حركاتك؟ ها؟ تسوي خبر من حركاتك؟ استغفر الله العظيم تغبني بحركاتك تغبني فات امبارح 80 جنيه عشان تدخل في مسجد. المفروض المسلمين مش بدفع تذكرة عشان دخل اي مسجد. انا مش بروح عشان انا مسيحة، انا عايزة تدخل مسجد وبيقولي لا في تذكرة. هو دي الورق دي انا قبل الاسلام تمام، دي الورق اللي انا اسلمت في الاسر، انا مسلمة الحمد لله. قلت لها انا مسلمة عايزة اخش في المسجد، بيقولي لا في تذكرة. مش مشكلة الفلوس ومش مشكلة التذكرة، الفكرة نفسها اللي المفروض مفيش مسلمين بيدخل تذكرة تخش مسجد، وانتوا المصريين مش بدافعوا. انا بقالها هنا سنين سبحان الله. هو دي الباسبور تبعنا تمام اهو بالاسبانيا اوكي، وانا في الترخة، انا لبست الترخة في الاسدال، وعمل مشكلة كتير في اسبانيا عشان تقدر تخش الصورة دي، عشان انا فخور بيه بالاسلام، وانتوا بيقولي لي تدافع التذكرة عادي دفتها ومبسطة في الرحلة. شكرا. اللي ضحك عليها واخذ الفلوس عشان داخل المسجد، يلا حرام انت تدفع لعلاجك يا اخذك كلب، حرام بالذي انا ادفع له. استغفر الله. عادل عبد المهدي، عمار الحكيم، الحلبوطي، البرلمان شلع قلع قوية. هذا ما يحب احد، يمكن حتى ابوه وامه ما يحبه. طب وناصر مع الكشتب لا مع طب وناصر تكفي الاربعة تاخذها سفري ولا برا مع سفري سفري ولا برا، ويقولون سعودي مو رومانسي. بالله مين في امريكا يسوي كذا مرته؟ ما في، هذه كلها خاصه فرج السعودي الرومانسي بس. تعال اطلع بقى فوق بس كمان، تعال تقع تعال اطلع، تخرب السياره كامله بس. روح بس انزل بقى، انزل يا ابني انزل من العربيه انت. خلاص يا عم تكفي كمان، يلا اطلع تعال تعال بس 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 انزل بقى من العربية يا حمار. انت لما خلاص تمام كده انزل انت بقى، بس انزل انت اطلع اطلع قدام هاي كمان 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 بس انزل من العربية. انا مع عيالي بالمستقبل، اللعبه جاي لي انا مو الاشهر، بس ما اقدر اقول له هات اللعبه، ابويا ما اقدر اقول له حاجه. طيب لو اللعبه جاي لي انا مو الاشهر، بس كل ما اقدر اقول شيء ابويا. استغفر الله العظيم. لما تحب تساعد صاحبك المكتئب فتطلع مكتئب اكثر منه. ما ينفعش كده يا اخي، في راجل يعيط ليه يعني؟ يا اخي يا اخي في حريم يا عم خلاص. يا اخي محمد دنيتي قسما بالله انه بطل، رجعت بوبجن عشانه، ولما جتني الرصاص بطل، ادق من فحص الدي ان اي.
ما حيث تثبت ليه دين ايه ومدري وش ابوه ممنوع دخول التيك توك في مدينة القاهرة الجديدة. يحضر مرور التيك توك في المدينة ويتم مصادرته حارس في المدينة. يا بوي مين انت عشان تحط لي قوانين؟ انا فوق القانون مو بانا. لا انا لا هو استغفر الله. يور فافيتور ايجيبشن ستار يعني ايش؟ هو النجم المصري اللي تفضلين. تامر 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 تمورة تمورة ايضا تمورة. معلش يا سقا احنا اسفين. تمورة تعال يا سقا عشان ما تزعلش. مين ده؟ تمورة تمورة السقا. لا تامر 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 السقا. الله يمكن انتشر هذا وهي ما تدري. ما حد يمزح معي وانا معصب. شوف انا بس معصب لا تكلم ابد حتى كلام. لا تكلم لا تمزح لا تكلمني اصلا. انت معي؟ نزل جامعة ساعة ورجعت انا ما ادري. نزلت المدرسة ساعة ورجعت انا باقي اليوم. حرفيا انا اليوم ساحبها نومة. من جيت من المدرسة الساعة تقريبا 12 وديت اختي الساعة 1:30 رجعت سحبت نومة لين الحين. هنا الساعة حول 11 ولا 1 انا صحيت 12 الحين. بالله يعني لو اجي بشغل سيارتي شوفوا الكلب ذا وينه؟ تشوفون؟ تضحك ها؟ اطلع يلا اطلع. عيني ابليس يا ولد كفين ثلاث. شوف حرام بالله انا ما عاد اتعلم ما عاد اعيدها. هذا المكتب ممكن توديه للملاعب توديه خالص. ركز على اني لابس ابيع. غرب عطاء. اين يا اخ صار واخر شي يقول ليش البنات يعيشوا في ثمن العيال. انت راح تقول رقعة يا زينك ما شاء الله. يا رب واحد مثله بتشوف تعال يا Her is a doll. A doll. Dolls like doing that. هذه عيلة هذه هذه مرة بطلة ما شاء الله عليك. عشان شوف بس تحلي بس تحجب. هذا لو قالت أنا بصير دوري. قسما بشوف في حياته ما شاء الله. لا يحفظه. إذا حد سألني على حياتي. أول ما بصحى من النوم بنام تاني. ده حاليا. ده أول حاجة. ده حاجة جميلة أوي. يعني أصحى وأنام تاني. شوية كده مثلا نص ساعة ولا حاجة وأقوم صاحي. وأقوم نايم تاني. بينا ناس شجعك على الزواج وقلنا استغرار وحيانا مصلحة. طلعني طلعني طلعني. على حسب العقلية. يب على حسب العقلية على حسب النضوج الشخص مع الزوجة. شو بطل الشعر هذا؟ يا الركض الركض شو انا عاد يكون كيف لما تناظر كذا احد الشعر كذا ينزل يتحرك ابن الذين يقروشك يقروشك يعني خرعك. انا اعلمكم صراحه شوي. الى ان اكون صراحه المقطع تسوون لايك واشتراك وتسوون تفجير الصندوق الوسط تابعوني عليه كامل تابعوني على سناب واحبكم مع السلامه.